حلقة اليوم عن أهمية الناتو كينيز في الصحة العامة. إن إنزيم الناتو كينيز هو إنزيم يأتي من طعام ياباني يسمى الناتو، تلفظ باليابانية ناتو، ويتم تصنيع الناتو من فول الصويا المسلوق الذي يتم تخميره بنوع معين من البكتيريا تسمى البكتيريا العصوية الرقيقة. ويعمل إنزيم الناتو كينيز على ترقيق الدم ويساعد في تفتيت جلطات الدم ويحمي من أمراض القلب والحالات الناجمة عن جلطات الدم مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وغيرها. تناول الناس اليوم إنزيم الناتو كينيز كمكمل غذائي لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكتة الدماغية. أثناء عملية تخمير الناتو ينتج مجموعة واسعة من المركبات النشطة بيولوجيا، منها الناتو كينيز. إن الناتو كينيز يعمل كإنزيم محلل للفبرين، وهي ألياف بروتينية قد تساهم بحدوث الجلطات وتصلب الشرايين. لهذا فالناتو كينيز له فوائد محتملة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وعلاجها لا يقتصر الأمر هنا على تكسير البروتين الفبرين بشكل مباشر لإذابة جلطات الدم، بل يساهم الناتو كينيز في تعزيز الآليات التي تحلل الجلطات، ويتمتع بقدر مرتفع من السلامة والملائمة للاستخدام طويل الأمد وسهولة الإعطاء عن طريق الفم. عرف إنزيم الناتو كينيز الموجود في وجبة الناتو بفوائده الصحية المتنوعة، بما في ذلك قدرة هذا الإنزيم على تكسير جلطات الدم وخفض ضغط الدم والحد من تصلب الشرايين وخفض مستويات الدهون. وعلى الرغم من آثار الإيجابية على الأفراد المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية، إلا أن الآليات الدقيقة التي يؤثر بها الناتو كينيز على الالتهاب الوعائي وتطور تصلب الشرايين ليست مفهومة تماما. لهذا أجريت دراسة حديثة أرادت أن تتحقق في كيفية تأثير الناتو كينيز في الجسم، فأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الناتو كينيز يعزز التعبير عن جينات تؤدي إلى زيادة الالتهاب الذاتي وانخفاض نخر الخلايا، مما يقلل في النهاية من الالتهاب الوعائي. والالتهاب الوعائي يعد من أهم مسببات الجلطات في الأوعية الدموية وتصلب الأوعية الدموية. واستنتجت الدراسة أن الناتو كينيز يعد مكمل غذائي له نتائج واعدة في تقليل الالتهاب الوعائي وإبطاء تقدم تصلب الشرايين المحتمل. في دراسة ظهر أن إنزيم الناتو كينيز له آثار إيجابية على الأوعية الدموية بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، والتي عادة ما يصاحبها مشكلات في الإدراك والعمليات المعرفية. واقترحت الدراسة إمكانية علاج ضعف الإدراك الذي يحدث عادة بعد السكتة الدماغية بواسطة إنزيم الناتو كينيز. وعلى الرغم من المفهوم الشائع في أن للعوامل الدم دور مهم في تكوين الخلايا العصبية ولها دور مهم في عملية الإدراك والعمليات المعرفية، إلا أن الدراسة أرادت أن تتعرف على ما إذا كان إنزيم الناتو كينيز يعمل كعامل مضاد لضعف الإدراك بعد السكتة الدماغية من خلال تحسين العوامل المرتبطة بالأوعية الدموية في الدماغ. واكتشفت الدراسة أن إنزيم الناتو كينيز يوفر الحماية ضد السكتة الدماغية الإقفارية الحادة، ويعزز بشكل ملحوظ تكوين الخلايا العصبية في نماذج الفئران، مما يؤدي إلى تحسين الوظائف الإدراكية. وأن إنزيم الناتو كينيز ربما سيكون له دور واعد كعلاج محتمل لضعف الإدراك بعد السكتة الدماغية. وفي مراجعة علمية ثبت أن تناول الناتو هذا الطعام الياباني التقليدي المخمر بواسطة البكتيريا العصوية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأن الناتو كينيز الموجود بطعام الناتو يعد إنزيم طبيعي وآمن وفعال من حيث التكلفة لتحليل الجلطات. وتؤكد هذه المراجعة العلمية على أهمية استمرار البحث والتقدم في مجال الناتو كينيز، فمن المتوقع أن تصبح مكملات الناتو كينيز بديلا طبيعيا لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل. وفي دراسة ركزت على فوائد الناتو كينيز المحتملة في مجال علاج الزهايمر،
ومرض الزهايمر هو اضطراب عصبي تنكسي مزمن ومتقدم، يتميز بتراكم غير طبيعي للويحات بيتا أميلويد خارج الخلية وتلف الخلايا العصبية. في حين ينظر إلى مرض الزهايمر عادة على أنه اضطراب عصبي تنكسي إدراكي، إلا أن جميع الأفراد الذين تم تشخيصهم بمرض الزهايمر تقريبا كانوا يعانون من مشاكل عصبية نفسية في مرحلة ما من حياتهم. في هذه الدراسة عالجت الفئران تجريبيا لإنتاج نموذج حيواني لمرض الزهايمر عند الفئران. وجدت الدراسة أن الإعطاء المزمن لإنزيم النيتوكاينيز مكمل غذائي من 50 إلى 100 ملي جرام لكل كيلو جرام على شكل حقن داخل الصفاق عند الفئران من اليوم 8 إلى يوم 27 قد منع من ظهور السلوك الشبيه بالاكتئاب والقلق وضعف الذاكرة عند الفئران. وبعد التجربة أشارت هذه الدراسة إلى أن النيتوكاينيز قد يعزز من التعلم والذاكرة والجوانب العصبية النفسية من خلال تقليل المسارات العصبية الالتهابية واستعادة إشارات بروتين البي دي ان اف. هذا البروتين الحيوي الذي يساهم بإصلاح خلايا الدماغ ويساهم بحمايتها من مرض الزهايمر. تم إجراء أبحاث مكثفة حول خلل دهون الدم وهي حالة مرتبطة بمخاطر القلب والأوعية الدموية، وفي بحث جديد ركز على التحقق من تأثير مكملات النيتوكاينيز على المؤشرات الحيوية للقلب والأوعية الدموية وسمك الطبقة الداخلية الوسطى للشريان السباتي لدى المرضى الذين يعانون من خلل في شحميات الدم، حيث تلقى 55 فرد من المرضى مكملات النيتوكاينيز وتلقى 58 آخرون علاجا وهميا للمقارنة. وبعد 120 يوم من التدخل أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن مكملات النيتوكاينيز يمكن أن تحسن الدهون في الدم دون التسبب في آثار ضارة. وأظهرت أن النيتوكاينيز يخفض بشكل فعال من الكوليسترول الكلي وثلاثي أسيل الجليسرين وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وجلوكوز دم الصائم، ويزيد من مستويات كوليسترول البروتين الدهني المفيد عالي الكثافة في الفئران المصابة بفرط شحميات الدم. بالإضافة إلى ذلك يعزز إنزيم النيتوكاينيز من ميكروبات الأمعاء المفيدة مع تقليل ميكروبات الأمعاء المسببة للأمراض. وذكرت نتائج الدراسة إلى أن التغييرات التي يسببها النيتو في ميكروبات الأمعاء قد تساعد في منع فرط شحميات الدم الناجم عن النظام الغذائي عالي الدهون. وبعد 8 أسابيع من العلاج بالنيتو أظهرت الفئران التي تعاني من اضطرابات في التمثيل الغذائي للجلوكوز والدهون في الدم تحسنا كبيرا. وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا على المتابعة، مع السلامة.